يقول السائل أبو عادل يا شيخ، تسمية حجر إسماعيل بهذا هل له أصل في ذلك؟ سمي الحجر وسمي الحطيم لأنه محتجر من الكعبة، لأن الكعبة لما أرادت قريش أن تبنيها وكانوا لا يبنونها إلا بمال حلال، جمعوا لها مالا حلالا لكنه لا يكفي لبنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام، فبنوها على هذا الوضع واحتطموا منها أو احتجروا منها بعضها من جهة الركن الشامي والعراقي، فحوطوا عليه لأنه من الكعبة لئلا يدخل فيه الطائف ولا تصلى فيه الفريضة لأنه من الكعبة. هذا وجه تسميته بحجر بالحجر أو تسميته بالحطيم. أما نسبته إلى إسماعيل فلا أدري ما وجهها. نعم.